في ناس بتخاف من الموت، الفشل، الحسد، بتخاف من ايه؟ من ربنا. في ناس بتقول بحب ربنا مش بخاف منه. انا بخاف من ربنا وبحبه الاتنين في نفس الوقت طبعا. ازاي؟ بحبه عشان لما الدنيا بتقفل قوي هو يعني جل جلاله، هو اللي بيشيلني من ازماتي دي، هو اللي بيبقى حنين عليا، هو اللي بيديني الحاجات الحلوه اللي في حياتي. وبخاف منه من عقابه لو عملت حاجه غلط، بخاف من عقابه. في ناس بتقول لا انا ما بخافش من رحيم، ربنا رحيم ما بخافش منه. بس برضه بيعاقب لما تأذي حد او تعملي تصرف يأذيكي، لازم تعاقبي. لا هو بيتكلموا مثلا في فنانه طلعت قالت انا في ثواب وفي عقاب، مش هيسالني انا بقلع بلبس بقى، مش هيسالني على الحاجات دي، والله هيسالني على الناس التانيه. والله كل واحد علاقته بربنا دي علاقه خاصه جدا ما تخصش اي حد. بس ممكن الاحكام، بصي الاحكام الاحكام بشكل عام انا ما بحبهاش. يعني النهارده مثلا ما اقدرش احكم عليكي، انا ما عشتش حياتك، فالاحكام بشكل عام دي انا ما بحبهاش، دي حاجه انا بكرهها جدا، وحاجه انا ضدها جدا، وحاجه انا بتجاهلها جدا فوق ما تتخيل. واي انسان بيخش يقول رايي في حكم شخصي او في شخصنه، ده انسان مريض عايز يتعالج حبيبي بجد، بشفق عليه. بس واخيرا بقى، لو عندك بالوره سحريه وثلاث امنيات هتطلبي ايه؟ هطلب ايه؟ هطلب مش عارف، انا مبسوطه بحياتي الحمد لله. هطلب ان بابايا كان يبقى معايا ويشوف النجاح اللي انا بمر بيه دلوقتي. هطلب انه يخليني مامتي وتبقى في احسن صحه واحسن حال. هطلب ان انا انجح في شغلي وفي حياتي ويبقى عندي عيله وعندي ولاد وابقى سعيده وابقى عايشه حياه هاديه ما فيهاش توتر وما فيهاش ضغط. بس لو قابلت باباكي تاني لاخر مره هتقولي له ايه؟ لو قابلت بابايا تاني لاخر مره هقول ان هو وحشني قوي. الله يرحمه. طول عليكي والف الف مبروك، مبسوطه قوي يعني حققتي نجاح كبير. الحمد لله الحمد لله. ميرسي.